السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دورة جديدة إن شاء الله راح نتكلم فيها وراح نناقش موضوع Flutter Authentication باستخدام الباك إند Laravel. طبعا بإمكانك تستخدم Flutter Authentication باستخدام Firebase أو Node.js أو ما شابه ذلك، فهو عبارة عن Front End. Flutter عبارة عن Front End وعبارة عن UI Google UI Kit أو SDK لعمل تطوير تطبيقات، وإمكانك تعمل نفس السورس كود تقريبا للiOS والأندرويد، وهذه ميزة Flutter. ايضا تحتوي على الكثير من الويدجتس الجاهزه لاستخدامها، مثلا على سبيل المثال تكست بوكس، على سبيل المثال الكونتينر والبادينج واشياء كثيره. ففي هذا الفيديو ان شاء الله كالعاده في بدايه اي كورس نحاول نتكلم عن موضوع الكورس، نحاول نعمل ديمو بسيط نتكلم عن الاشياء التكنولوجيز التقنيات راح نستخدمها او الباكجز في هذه الحاله ماذا راح نستخدم ان شاء الله بحيث تكون الصوره واضحه. ففي البدايه الاشخاص اللي سمعوا كلمه فلتر لاول مره او يريد يتعلم فلتر، انا معي في القناة، لما نذهب على قناتي طبعا انا معي سكشن خاص هنا فلتر، طبعا معي حاليا ثلاث دورات، هي ليرن دارت، اتكلم عن لغة الدارت لان هي اصلا فلتر مبنية على لغة الدارت. ايضا معي هنا طبعا الانستليشن في سلسلة بسيطة، وايضا هنا مع 31 فيديو تقريبا يتكلم عن في فلتر طبعا باستخدام الويدجز واشياء كثيرة واسئلة، وراح تتعلم ان شاء الله فلتر بسهولة. نرجع لموضوعنا، طبعا نحن الديمو مالنا راح نناقشه بعد قليل، لكن في البدايه راح نتكلم طبعا الفرونت اند راح يكون عباره عن فلتر، الباك اند راح نستخدم لارافيل سانكتوم اللي هي عباره عن نوع من اي بي اي اوثنتيكيشن. بامكانك تستخدم تقنيه ثانيه بالنود جي اس او ما شابه ذلك اذا حبيت تتعامل بنفس الفرونت اند، راح نتكلم ان شاء الله اذا كان معك سوليوشن او حل يوفر لك التوكنز فامكانك تستخدم هذا ايضا، هذا تابع هذا الكورس. في لارافيل سانكتوم طبعا هناك عدة اشياء من ضمنها اللي هي API Token Authentication، يعني بمعنى ان امكانك تعمل انت تعمل ايشو للتوكنز على سبيل المثال لمستخدمين لموقعك، مثل ما نشوف في جيت هاب او في فيسبوك او ما شابه ذلك، لما تضيف اب ثم تضيف تطلب منه التوكنز، او بامكانك تستخدم محل سبا اللي هي Single Page Authentication او الموبايل سكشن، راح يكون تركيزنا ان شاء الله على الموبايل سكشن بحيث نعمل ايشو لما نعمل لوجن راح ناخذ الاي بي توكنز نعملها فيريفاي اذا كان صحيح، ثم نعمل لوجن ونجيب الداتا من مره اخرى من الباك اند من لارافيل. في البدايه طبعا ممكن كعمل بسيط، طبعا الفكره الاساسيه هنا راح يكون عباره عن تطبيق يعمل فيه ساين ان، اذا كان سكسسفول اول شيء راح يكون مثلا فيلد راح يعمل كلين اب للكيز ويطلعني مثلا على صفحه مثلا او رساله ان فيلد. اذا كان سكسس طبعا راح ناخذ التوكنز من التطبيق راح نعمل له فيريفاي، اذا كان فاليديت عفوا هنا راح نعمل له فاليديت، اذا كان صحيح راح نخزنه في الاستورج او اللوكال ستورج في الموبايل بحيث انه لما يعمل يفتح التطبيق مره اخرى راح يوجد التوكن، اذا حمل فاليديت اذا كان صحيح راح يعمل له لوجن، اذا كان خاطئ راح يمسح كل الانفورميشن كل المعلومات، اذا كان الفاليديت للتوكن غير صحيح يعني غير سكسس فراح يروح على الكلين اب بروسيس، وإذا كان صحيح راح يعمل ريتين باك مثلا لوجن سكسسفولي راح يرجع لي المعلومات اللي طبعا حسب التطبيق. هذا فلو شارت يعني بشكل بسيط يشرح العملية. راح نستخدم الستيت مانجمنت للبروفايدر، طبعا الستيت مانجمنت معناتها ان عملية نقل المعلومات او حفظ المعلومات في التطبيق، ممكنك تستخدم احد الطرق هي البروفايدر او ممكن تستخدم بلوك ايضا طريقة اخرى، وفي طرق اخرى ايضا في فلتر. ستيت مانجمنت هي بكل بساطه هي انك انت المعلومات اللي عندك تكون نفس المعلومه موجوده على كل الصفحات في التطبيق، فمثلا لو عملت لوجن واخذت اليوزر نيم مثلا من البروفايدر بامكانك تعمل مثلا يوزر نيم في الاعلى في كل الصفحات على سبيل المثال، لما تغير اليوزر نيم راح يتغير في كل الصفحات مباشره يعني من مكان واحد. راح نستخدم ديو، هي عباره عن ايضا المكتبه اللي عمل مثل HTTP، ممكن تستخدم ال HTTP package او الديو، راح نستخدم الديو عشان نعملها كلوجن، بكان نضيف لها بعض الانترسبترز مثل ما راح نشوف ان شاء الله، وايضا هي عباره عن مكتبه بسيطه لعمل الجيت والبوست مثل اكسيوس مثلا على سبيل المثال في الجافا سكريبت. توست راح نستخدم ايضا التوست لعمل رسائل مثلا لوجن سكسسفول لوجن ان سكسسفول وهكذا، وراح نستخدم ايضا اللي هي فلتر سكيور ستورج. احنا تكلمنا هنا في احد المراحل اذا كان التوكن صحيح عفوا
إذا كان التوكن صحيح فاليديت فراح نخزنه هنا عن طريق عفوا أنا ما كتبته بس المفروض أن نعمل له إذا كان عفوا هنا إذا كان صحيح فعلا راح نعمل له ريتين باك أيضا راح نخزن التوكن داخل التطبيق عشان المرحلة القادمة أن نعمل ريستارت. ديفايس انفو أيضا يعطيك معلومات باكج تعطيك معلومات عن الديفايس. إحنا راح نستخدم الديفايس نيم لأن هنا في السانكتوم ديفايس لو عملنا سيرش على ديفايس نيم أحد الباراميترز اللي يطلبها طبعا لارفال سانكتوم هي الديفايس نيم وريكوايرد. ممكنك تضيف أي اسم هنا لكن إحنا راح نضيف الاسم الحقيقي للديفايس. ممكن تكتب مثلا أندرويد أو آي أو إس أو ما شبه ذلك. في البداية راح نعمل أي اسم بعدين في آخر الكورس إن شاء الله راح نضيف اللي نوع الديفايس عن طريق هذه الباكج. لو رحنا طبعا على الديمو البسيط في هذا الديفايس طبعا ربما يكون غير كامل هنا راح يكون معي بهذا الشكل معي درور راح يكون معي هنا درور هذا الدرور يكون فيه مثلا لوجن دخل يوزر نيم والباسورد أعمل لوجن إذا كان سكسسفول راح يكون معي يجيب الأفاتار يجيب المعلومات من البروفايدر اللي هو اليوزر نيم مثلا على سبيل المثال والإيميل. نلاحظ أن هنا اللوجن تغير إلى ساين أوت لأن أنا عملت لوجن حاليا. لو عملت ساين أوت ورحت مرة أخرى على الدرور راح تلاحظوا أن هنا معي لوجن فقط لأن تغير معي عن طريق البروفايدر اللي تكلمنا عنه. فلو عملت مرة أخرى لوجن بنفس الباسورد راح يتغير إلى لوج أوت. طبعا هو التطبيق بسيط لكن راح نتعلم منه الكثير منها من ضمنها عملية كيف نأخذ الاي بي التوكنز عفوا من الباك اند وايضا ممكن تطبيقه على اي باك اند نود جي اس او فاير بيس. شكرا على المتابعة ونلتقي ان شاء الله في اول فيديو عملي من هذا الكورس.